لتأجيل انطلاق البطولة التونسية كان المفروض تنطلق نهار 17 من هذا الشهر، وقع تأجيلها طبعا إلى يوم 6 مارس بالتمام والكمال. راحة طويلة كبيرة وراحة غير استثنائية، يعني فرضت على النوادي لمصلحة من؟ وهل تستفيد الكرة التونسية من هذا التأجيل؟ وهل هو يعني خلينا نقول دليل على الوهن الموجود في مستوى اتخاذ القرار في الجامعة التونسية أو في الرابطة المعنية بتنظيم البطولة؟ عمار، والله تأجيل البطولة، تأجيل البطولة معنا خلينا نقول استنسنا بتأجيل البطولة، ولكن المرة هذه إذا كان أنت ما عندكش ملعب عادي جدا مش تأجيل البطولة، ومش نجمو نلعب البطولة نتاعنا. فما حاجات بالسيف علينا، فما حاجات قوة قاهرة، فماش ملعب. ولكن تأجيل البطولة حسب رأي كان ينجم صحيح، كان ينجم يجي من قبل ولا حاجة، خاطر فما فرق معناها ماشي في بالها أنه باش تبدأ على بكري توخر لهم شوية البطولة، حتى التحذيرات معناها شوف تو قداش عندنا معناها البطولة. إذن فرق مجوعة التتويج، آخر مباراة رسمية كانت يوم 3 جانفي، يعني 62 يوم راحة إلى حد اللحظة. برشا باش نعملوا بريسك، باش نعملوا حتى في الصيف ما تصيرش راحة. لا ما تصيرش في الصيف، في الصيف في الصيف ما تاخذش راحة، ما تصيرش في الصيف، جمعتين 10 أيام في الصيف. تعرف نقول لك حاجة، ما تستناش أنه البطولة باش ترجع باش تلقى فيها الريتم، عبارة بداية موسم 3 شهور بريس. خاصة عمار زاد حكيتوا على المقابلات الودية، الفرق نتاع مجموعة التتويج ما عادش تلقى مع شكون باش تلعب. ما تلقاش. ساعة ما تنجمش تلعب ضد بعضها البارح بصفة استثنائية الاتحاد المنسيري والترجي الرياضي، لكن هذوما الفرق باش تلعب مع بعضها، دوك ما نجموش يلعبوا معناها ولا تلعب مقابلات ودية أقل منها مستوى برشا. حتى هذوك كلهم يلعبوا. لا عاد الحاجه اخرى مثلا كيما الاسبيرونس، كيما الكلوب اللي عملوا بروغراماسيون مع لي زونترينور جدد كي مشاو لي ستاج وعملوا بريباراسيون فيزيك باش يحضروا رواحهم. ترجع الشامبيون وقتاش كانت؟ لو 17. شنو باش يعملوا؟ باش يعاودوا يعملوا بريباراسيون اخرى، المفروض نهايه هذا الاسبوع ترجع. اي باش يعاودوا يعملوا بريباراسيون اخرى، باش يقعدوا يلعبوا في لي ماتش ميكو كيما انتم قلتوا، ما فماش جمعيات يلعبوا لهم. حتى برمجه التحضيرات سمير ممكن في صالح النادي الافريقي، في ممكن في صالح النادي الافريقي توخير. والله حضر الملاعبيه فدوا راهو، يعني باش المدرب مازال كي جاي يعرف المجموعه ويخدم وياخذ الوقت، ممكن اللي صالح النادي الافريقي توخير البطوله. ولكن اذا كان ما فماش ملاعب اخرين حتى الاتوال زاد العجلاني زاد في صالح زاد كيف نجم متضررين عاد الاكبر متضررين هما الانديه اللي يلعبوا في مسابقه الافريقيه. نحن المتضررين، ليسبيرونس ليتوال والكلوب افريكان، والكلوب افريكان هذو متضررين بتاخير نتاع البطول. انا نحب نحضر الشامبيونز ليغ ونحب نحضر بمباريات وديه قويه، انت تجي تقول لي لو 17 فيفريي ترجع البطوله توخر لي 25 يوم، انا كمدرب شنو ذنبي؟ كيفاش نخدم؟ بلانيفيكاسيون تاعي كيفاش؟ شنو باش نجم نعمل بالضبط؟ ثم اوروزمون انه ليتوال ليسبيرونس يلعبوا مع بعضهم، كان جاو في كل واحد في مجموعه المضره مش تكون اكثر، وهذا الشيء هذا مش يخدم منافسين الترجي في المجموعه، مش يخدم منافسين الترجي في المجموعه. انت مرتاحه شهر ونص ولا اكثر شويه وتجي تلعب ديريكت ما في الشامبيونز ليغ، ماهوش معقول. قول لي تيرانات، قول لي هذيك امورك انت، هذيك امورك انت. انا كمدرب ولا كنادي عندي مصالح نتاعي نضرب عليها، عندي مش انا مش نشرف باش نشارك باسم تونس، مش باش نشارك باسم الاسبيرونس والكلوب افريكا ولا الاتوال. دونك تعطيني الظروف فافورابل باش نجم نخدم ونكون حاضر. دونك مالوروزمون اول ما تضر هي ازمه ملعب رادس، هي اللي هي اللي اجت سامت يعني في التأجيل. في كل شيء هي سامت في كل شيء. دونك مالوروزمون المتضررين هما ثلاثه انديه اللي تشارك على المستوى الافريقي. اثنين الانديه الاخرى ما فيهم الثلاثه اللي ذكرتهم توا متضررين ماديا وفنيا. شنو معناها انا تخليني 60 يوم من غير كومبيتيسيون، ومن بعد تقول لي الملاعب يمشي شكابيه ما خلصتوش، ومن بعد تقول لي انا في ازمه ماليه. حمد الدو كان معنا مدرب الملعب التونسي، كان معنا في بعض الحلقات في برنامج حوار اركان، وقال لي عددنا برمجه قبل ما يصير التاخير على اساس الانطلاق نهار 17 فيفري، يعني دخل في تربص وحضر بدنيا وحضر فنيا. اي شنو توا فسخ عاد من جديد تحليل اخر؟ مشكل انا قلت لهنا عن في البلاتو فوق، قلت في حوار اركان في البلاتو هذا، انت نورمالمون هذا الكل تعرفوا مسبق، وهنا من مشاكلنا اون اونتيسيبا. كنت تعرف كيفاش تعرف المسابقه؟ ما تنجمش تعرف المسابقه. لا تعرف انه انت ديجا تعرف انه باش تزرع رادس ويحل كان في مارس،
هذا الكل ما تعرفوش. أيوة قاطعين المباراة الدربي خلينا نقول يعني تبدأ الأمور واضحة بين الملعب التونسي والترجي الرياضي في استاد الزويتن. الترجي الرياضي الفض باش يلعب في استاد الزويتن باعتبار أنه طاقة الاستيعاب ما تمشيش مع عدد المخارطين أو المشتركين نتاع جماهيره. خلينا نتبعوا بالشوية. وزاد كيف سمح. كيف زاد البارح حالة الميدان دارت كارثية. يا أخي البارح وكان باش يلعبوا فيها. لا سامحني الديكلاراسيون تاع البارح الديكلاراسيون تاع باريس ناخذوها بعين الاعتبار. البارح قال لك كوريزمون الملاعبيه خرجوا من غير بليسور نلعبوا في التراب. زاد حاجه مهمه قال كان لعبنا في التراب خير. اي معناتها هذه سامحني عاد تو تيران مسكر عنده خمس ست سنين ما يجي اول ماتش فيه معناتها المدربين يقول لك كوريزمون ملاعبيتي ما ضربوليش وبرا حتى كنت عدلت مسالش راهي ديكلاراسيون مهمه برشا لازم نعرفوا كيفاش ناخذوها بعين الاعتبار. وسامحني احنا زويتن في تسكر خمس ست سنين وعلاش ما عاودنالوش الدريناج نتاعو وعاودناه وحطينا غازون جديد وعاودناه معنا قداش باش تكلف علينا 500 600 مليون قداش تكلف 500 600 مليون تما احنا على الاقل بدلناه ما زاد هذوما حاجات راهو ناخذوهم على الاعتبار اللي حطوه في زويتن فماش حاجه رسميه للماتش في زويتن لا تعين الماتش في زويتن لا تعين ما تعينش لا تعين فماش حاجه رسميه لا تعين خرج فيرونس ما تكلمتش خاطر ما جات حاجه اوفيسيال للملعب التونسي ما جات ما جات ديزينياسيون اوفيسيالمون ديزينياسيون نتكلموا على ديزينياسيون رسميه هم هي اشاعه خرجوها مع جلس النبض نشوفوا الامور كان وافقوا زوج فرق يلعبوا في الجزيره سامحني باهي انا نجاوبك يا ودي الشامبيون يا ناصر بس انت تو تتكلم على ملعب زويت هكا ولا يجيك تو تليفون من الرابطه يقول لك يا خويا ما عملناش ديزيزيون في زويت ديزيزيون وين باش يلعبوا؟ ما عملناهاش يقول لك اي وين باش يلعبوا؟ مش باش موضوعي هذا انت جبت زويت تو ينجم يجي تليفون يقول لك خويا ديزيزيون ماهيش في زويت كانت هاي اش عملت؟ باش يلعبوا في الجزائر جعمل خلي بتزوج زوجي كيفاش نتعاملوا ايه؟ معناها نرميوا الإشاعة خلينا نشوفوا الجو ونجسوا النبض كان ونشوفوا الملعب التونسي كان حكيم في القرار نتاعه والاسبيرونس كانت حكيمه في القرار نتاعها قالت لنا ما جانيش حاجه اوفيسيال ما نعلقش والملعب التونسي نفس الشيء ما علقش قال لك مازلنا والرابطه كي رات الرياكسيون ورات الشيء بدا هيا نوخروا اسهل الحلول نوخروا 17 ولا 6 مارس 6 مارس 6 مارس يا سي سمير يا سي سمير يا راهو بالاعتبار مصلحه الانديه لا فنيه لا ماليه لا حتى شيء وهكذا تدار الامور في كره القدم التونسيه هكذا تدار الامور واحنا في اول حصتنا نتكلموا على مشاكل كره القدم التونسيه ايبا ها واحد مشكل مشاكل يتسمى مشكل السيره الزميل عبد الوهاب درويش يقول انه شر 20 يوم راحه بالنسبه للنوادي التونسيه اللي تمثل الكره التونسيه في الكؤوس الافريقيه شهر و20 يوم راحه دون نشاط بطولة الموسم الجاري يقول تحقق فيها رقم يصعب معادلته في شتى انحاء العالم من خلال اجراء 19 جوله في 9 اشهر باحتساب الجولات المبرمجه الى غايه 14 ابريل المقبل. احنا 3 جانفي لعبنا اخر جورني في الرابطه الاولى نعرفوا راهو رادس يحل كان في مارس هذا نعرفوه ونعرفوا انه الترجي عنده 16000 ابوني ونعرفوا انه النادي الافريقي عنده زاد نعرفش 12000 ولا 13000 ابوني ما نعرفش النمبر قداش يسامحوني رخيان في النادي الافريقي معناتها نعرفوا هذوما الكل دونك احنا من الاول نعرفوا انه باش نجيو في مارس ماناش باش نجمو نلعبوا هذا نعرفوه من الاول ونعرفوا انه مشات ليكيب ناسيونال بالكوب دافريك ما مشاتش بنمبر كبير نتاع جوارات انترناسيونال كنا نجمو شنو نعملوا ما نحبوش نلعبوا شامبيون ما نلعبوش اعمل كومبيتيسيون خلي الناس كومبيتيتيف هكا شهرين ثلاثه امين سامحني ماتش ليتوال والاسبيرونس وين باش يلعبوه؟ في راس ابو فراس في مارس شنو هو المضر كان لعبوا البطوله قبل بجامعه ساتونيزا ما هو صالح حتى في راس يلعبوا استثنائيا باش يحل الستار اعطيه ما هو صالح اعطيه استثنائيا انا جامش انا اللي انا جامش يا سمير مش يلعبوا فيه انا جامش على خاطر فما ثلاثه ماتشات كما يلعبوش كوب دافريك باش نلقاو روحنا اليميني لو 23 لو 24 اللي تلعب تلعب الاسبيرونس وتلعب ليتوال وذلك كلوب افريكا تلعب في مارس الاسبيرونس يلعبوا مع بعضهم ظهر لي في الجورنيه شخوتك 23 كاتر معناتها يلعب تلعب اسبيرونس ليتوال كونتر بعضه اي معناتها باش تشوف انت المشكل الكبير اللي موجود تعمل لي تادي اليو اللي قلت لك عليه هنا وتعرف انه ما تنجم تلعب كان في مارس وتعرف انه مشينا نلعبوا في كوب دافريك لانكونفينيون شنو هو؟ الي سبورتيف شنو هو؟ مونك دو كومبيتيسيون لازمك تخلق كومبيتيسيون في البريود نتاع الكوب في الكوب دافريك وترجع الشامبيونات ما يسالش رجعها في مارس كومبيتيسيون مين تنجم تخلق؟ صاير في الجزائر وين باش تلعب؟ يلعبوا بالليكيبات اللي قاعدوا بالجوارات اللي قاعدوا باش يقعدوا كومبيتيتيف قبل كانت موجودة اليوفا اش عملت اليوفا؟ اليوفا جات للماتشات الودية اللي ما بين المنتخبات وعملت لها قنتها ولعبتها رجعتها لليغ دي ناسيون اما المشكلة وين ناصر ما فماش شكون يخمم كورة هذه الأولى ثاني حاجة احنا البول نتاع الترجي وليتوال شكون نقولوا احنا خير بالهلال السوداني باش
بالكومبيتيسيون. انا تو لينا فرد كيف فرد مستوى. احنا اللي السوداني اللي السوداني ما يلعبش واحنا ما نلعبوش. احنا ما لازم ندخل الجينيس بوك من 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 الغلاف. دخلنا لهم التالي العطله نتاع وسط العام اكثر من العطله نتاع الصيف. عمرها ما صارت. علاش؟ على خاطر اللي خمم ما عندوش كوره لهنا.